الثقافه ديالنا حنا راه كنا كنشربوا والدينا قالنا كيشربوا بكيسان ديال البلدي، ما كاينش كيسان مصنوعين اوتوماتيك ولا شي حاجه، كاين غير البلدي كيتصنع بالصنع اليد مصنوعي باليد، يعني من السوفور النفاخ قطاع طرونشين هادشي اللي كاين في كاس البلدي. وكاس البلدي راه كيما كتعرفوا راه كاس بلدي اوريجينال. هذا الحرفة اللي كتشوفوا دابا بدات في كازا، حنا من الطفولة ديالنا فتحنا عينينا لقيناها في كازا، ما عمرنا سمعنا في شي مدينة أخرى، كانوا شي ثلاثة أو أربعة الشركات وكانوا خدامين، يعني حتى وصلت لمرحلة التسعينات وبدات كل شركة كتنسحب. شو حنا الحمد لله بقينا مداومين على هذه الحرفة، ما حيدناهاش، وجينا وتمكنا مع الشركة باش نعاودوا نحيوا ثاني هذيك الخدمة التقليدية البلدية اللي كنا كنخدموا، نفسها اللي كنا كنخدموا قديم من الثمانينات على عقولي حتى لحد الآن لا ميم شوز.